يعني هواي من القصائد كتبت انا، مثلا كتبت للامام اقربهن اليك، اقربهن لمرتضى الحميداوي، قل للامام الحسين اقول له عرفتك قبل لا اعرف صلاة. الله، عرفتك قبل لا اعرف صلاة، قبل لا اعرف صلاة ولقيتك اغلى شيء شفته بحياتي. ابو علي يلي مكبرني من دونك كنت وين؟ يلي مسميني باسمك خادم حسين. عرفتك، من عرفتك يلا صرت انسان واعي. الدنيا من دونك أبد ما بيها داعي، العمر سفرة وصار بس حبك متاعي. جميل، وأحمد الله اللي خلى قلبه عليك ناعي. لقيتك شف نبي وينده ضميري، إش عجب مختارني من دون غيري. الحمد لله وصرت من الموالين، اللي مسميني باسمك خادم حسين. الله الله.